بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن الآن في إحدى المدارس التي فيها مركز امتحاني. لن أدي واجب طبعا أخلاقي وإنساني لمشروع ينفذه وزارة التربية والتعليم، هو مشروع الامتحانات للإطلاع على واقع الامتحانات من الناحية التنظيمية ومن الناحية الإشرافية ومن ناحية هموم وهواجس ومشاكل التي تعترض الطلاب من كل النواحي. طبعا قمنا بجولة لكل المراكز الموجودة في مدينة حلب واطلعنا على معظم هموم الطلاب وسمعنا لأسئلة الطلاب من كل النواحي، سواء بطبيعة الأسئلة أو بموضوع العقبات التنظيمية وإلى آخره. وبالتالي سنأخذ بعين الاعتبار هذه القضايا. ومن أكثر الأمور التي رأيناها وكانت عبارة عن هموم ومشاكل عامة هي مسألة ما هي رؤية وزارة التربية والتعليم في مسألة هامة جدا بعد حصول الطالب على شهادة ثانوية. طبعا أكدنا للطلاب جميعا في كل المراكز بعدم الخوف فيما بعد الحصول على شهادة ثانوية، وركزنا على مسألة أن يحصل الطالب على شهادة ثانوية وبتفوق حتى تتاح له فرص كثيرة ومتعددة، سواء في سوريا عبر معاهد إعداد المدرسين أو في تركيا أو في دول أخرى. وبالتالي هذه الزيارة كانت ممتازة جدا، ولاحظنا هناك تنظيم وإشراف متميز وريادي في تنظيم العملية الامتحانية. وبالتالي عندما جئنا وشاركنا زملائنا وأخوتنا في الامتحانات ارتفعت معنويات المدرسين والطلاب، وبالتالي بدل السؤال لاحظنا أن هناك أكثر من سؤال، وبتجرد وبكل شفافية سألوا أسئلة كثيرة. وبالتالي أعتقد أن كان هناك هموم وهواجس عند الطلاب عندما حضرنا وشاركنا الطلاب في الإجابة عن هذه الهواجس وعن الأسئلة. بالتأكيد حصل الطالب على إجابة، ولذلك سيكون لديه حافز أكثر ودافع أكثر للدراسة ولإتمام امتحاناته. هناك عقبات هي عقبات محددة ومشاكل محددة، ولذلك هذه المشاكل يمكن في المستقبل القريب عبر وزارة التربية أو عبر مديرية التربية أن تحل هذه المشاكل، سواء مشاكل في طبيعة الأسئلة أو مشاكل إدارية أو مشاكل إشرافية. لذلك وجودنا اليوم في مدينة حلب في المدينة المنكوبة، ولكن لاحظنا إرادة عالية جدا عند الطلاب عوضت عن الظروف الصعبة التي يعيشها الطالب.